طلب سكان مقاطعة طينطان في وقفة احتجاجية أمام مقر الجمعية الوطنية بفتح تحقيق رسمي للوقوف على حقيقة صرف المساعدات التي منحت للمقاطعة بعد فيضانة 2007 والتي أدت لتخريب المدينة بشكل شبه كلي. عبد القادر ميارة يعيش مع ساكنة طينطان ذكرى الثامنة للنكبة في سياق التقرير التالي. 8 سنوات مرت ثقالا على ساكنة مقاطعة طينطان وهم يتذكرون ذكرى الفيضانات التي غمرت منازلهم وشردت العشرات منهم، تاركة وراءها مساكن خاوية على عروشها ومواطنين يقطنون في العراء بدون مأوى بعد اختفاء المساعدات الدولية لإعادة الإعمار. 8 سنوات من النكبة خلقت لطينطان، جاءوا يكسع مساعدات من شتى أنحاء دول العالم ومن إبراز السعودية يكسع عطاتنا مساعدات. شباب مقاطعة طينطان لم يألوا جهدا لتخريج الذكرى الثامنة لنكبتهم، بعد أن خلدوها أمام القصر الرئاسي ها هم يصرخون بحناجر خنقتها سيول المعاناة وأشعلت لهيبها أشعة الشمس في وقفة احتجاجية أمام الجمعية الوطنية. اليوم نأخذ بتظاهرات لأن انتظرنا 8 سنوات من الانتظار، ما شفنا أي إعمار جديد للمقاطعة طينطان. وظل هذا من التهميش اللي تعاني منه ذي المقاطعة، طالبوا من رفع هذا الظلم وفتح تحقيق في قضية المساعدات الدولية اللي من المساعدات الدولية من أطار طينطان ومشات مسات أدراج الرياح. هي إذن ذكرى نكبة خلدها شباب مقاطعة طينطان في العاصمة نواكشوط، عل وعسى أن تجد معاناتهم حلا سريعا من طرف الجهات المعنية. عبد القادر ميارة، الوطنية.